بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن القرار الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله في إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في هذه الأيام بسبب انتشار هذا المرض المعدي الكورونا فيروس له قرار حكيم يتمشى مع شرعنا الحنيف، فإن من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فإن هذا القرار يتماشى مع هذه النصوص، فلذلك قد قوبل بتقدير واستحسان هنا لدى المسلمين في البرازيل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ العباد والبلاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.